تجهيز الحصة العاشرة من مادة الطحين مستمرة وبصورة منتظمة مع مراعاة نوعية المادة الغذائية وطريقة وصولها إلى العوائل بأسرع وقت ممكن. الطحين متوفر كل شهر جاي يوصلونه. نعم، وقبال المواطنين عليه بشكل متزايد يعني. الطحين نوعية جيدة. نعم، وأي مواطن يعني ما يقدر يستلمه أو ما يقدر يحضر للمحل احنا جاي نوصله اليه. والله احنا بدينا بهاي الحصه ووصلنا هسه تقريبا الى 50% من الحصه العاشره لهذا العام، والاستمراريه موجوده بالتجهيز، واغلب المواطنين وصلهم اللي تم القطع لهم تجهيزهم وصلتهم حصصهم. جولات تفقدية من قبل الشركة العامة لتصنيع الحبوب في البصرة على الأسواق والأفران ومراقبة توزيع مادة الطحين على المواطنين لتوفيت الفرصة على بعض ضعاف النفوس وعدم خلق أزمة اقتصادية. استكمال الجولات التفتيشية على الوكلاء والمخابز والأفران، انتم مثل ما قاعد تشاهدون الوكالات مليانة طحين. احنا عندنا هذا الوكيل تقريبا 670 كيس طحين. نعم. كميته. نعم. صار له 6 ايام مستلم الكمية، لا زالت 450 كيس موجودة. ندعو المواطنين من منبركم انه الاسراع باستلام الطحين من الوكلاء. دعوات من قبل وزارة التجارة الى جميع المواطنين لاستلام حصصهم بالموعد المحدد لتلافي تكديس المادة في المخازن واتلافها. من البصرة طارق الطربوش، العراقية الاخبارية.